والآن المتابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية إلى فاطمة خليل. شكرا هبة، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، وجولة جوية جديدة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 24، اسكندرية 32 23، مطروح 31 23، بورسعيد 32 24، اسماعيليه 36 23، وجوها حار. بالنسبه للسويس 35 23، العريش 33 23، طابه 33 24، شرم الشيخ 37 28، الغردقه 38 27، وجوها ايضا حار. بالنسبه للاقصر 40 25، اسوان 41 26، وادي الجديد 39 26، شلاتين 37 26، حلايب 33 28، وجوها ايضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.